باسم جامعة المدينة نعلن بدء حفل التخرج 19. نشاهد الآن تقرير حول جامعة المدينة. تقرير هي الوعود التي سمعها الطلبة السنين لسنوات وسنوات بتحقيق الإنماء وإيجاد فرص عمل وتطوير البنى التحتية، ولطالما كانت هذه الوعود عرقوبية لا تجد من ينفذها ولا حتى من يصدقها، فهذه طرابلس عاصمة لبنان الثانية وجد أبناؤها أنفسهم مضطرين إلى قصد المناطق المجاورة أو العاصمة بحثاً عن التعليم، إلى أن وجدت جامعة المدينة، وهي واحدة من أكبر الجامعات في الشمال من حيث المساحة، مركزها طرابلس وتتمتع بمواصفات عالمية، صرح ضخم، 7 مبان، 6 كليات، وحوالي 30 اختصاص، فوجدت لتعبئة النقص الحاصل في القطاع التربوي، ولتكون مقصد الطلاب الباحثين عن العلم، خصوصاً في مجالات فريدة من نوعها. تتميز سيتي يونيفرسيتي بكلياتها المتخصصة، أبرزها كلية السياحة والسفر الحاصلة على ترخيص دولي لتكون مركز أياتا، والكلية البحرية التي يستكمل الطالب دراسته من بعدها في الأكاديمية العربية للعلوم البحرية الإسكندرية التابعة لجامعة الدول العربية. تعود فكرة إنشاء جامعة المدينة إلى عام 1958، عندما قرر رئيس الوزراء الراحل رشيد كرامي إطلاق مشروع لتلبية احتياجات التعليم، وعام 1966 تأسست رسمياً جمعية المنار، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتوفير تعليم جيد لطلاب شمال لبنان ومناطق أخرى من العالم العربي، ولاحقاً جرى تطويرها لتصبح جامعة المدينة ذات الحرم الجامعي بمستوى عالمي. جامعة المدينة مستقبل الأجيال جديدة، بمجرد تحصلي على اعتماد أكاديمي باختصاص معين يعني صار عندك مستوى معين. هلأ كمان اللي عملناه هالسنة لأنه صار فينا نتحرك أكثر هو انضمامنا لبعض المنظمات، نقل رأس انت الجاي منبلش نبعث ناس يحضروا مؤتمراتهم اللي هي بالألوف وهي معروفة، يعني بتبقى للجامعات باختصاصات معينة. هيدا الشيء مشان نفهم ونعرف وندرب الناس أو أسيتسنا في أمور بالأكاديمية، في أمور بالقبول، بالتسجيل، بالمال، إلى ما هنالك. هيدول كلهم بدنا قد ما فينا نبعث ناس لبرا مشان يكتبوا خبرات العالم. على طول عم جرب نتقدم. بعطيك إكزامبل إنه من حوالي أقل من أسبوع مضينا مع المجلس الثقافي البريطاني البريتش كونسل. نحن صرنا هون كجامعة المدينة سيتي يونيفرسيتي مركز للفحص الآيلتس، لفحص الآيلتس يلي بمنطقة طرابلس كلها رح نكون وحيدين، ما في، هو بلبنان كله 6 مراكز بعتقد، بس هذا شيء تقدم جيد جدا. ولأن طرابلس تستحق جامعة بهذا المستوى العالمي، تنتهج سيتي يونيفرسيتي سياسة متابعة التطور من خلال عقد شراكات مع منظمات دولية لتحسين البرامج التعليمية
إضافة إلى تطوير المباني لينعم الطالب بتجربة جامعية مميزة. ديان عوضة، قناة الجديد. بدء الاحتفال مع كلمة رئيس الجامعة دكتور إدغار رزق. أيها الحفل الكريم، وأخيراً وبعد 3 سنوات وبعد المصائب الصحية وغير الصحية اجتمعنا كما يجب. اجتمعت عائلة جامعة المدينة الكبيرة من طلاب وأهل وكادرات إدارية وأكاديمية ليصل أصداؤها في كل أنحاء البلاد. قبل أن أبدأ أود أن أقول حقيقة ثابتة، وهي أن لا أحد يصل إلى هدفه دون دعم، سواء كان دعما معنويا أو ماديا. وهنا أطلب من طلابنا الأعزاء الوقوف إجلالا، مقدمين تحية من القلب إلى أهاليهم، وأقول لكم أن أهلكم مهما كان شأنهم كبيراً وعظيماً سيبقى حلمهم أن يروكم أهم منهم وأعلى شأناً منهم، وأن يكون حدود طموحكم السماء الواسعة التي لا حدود لها. نعرف جميعاً ماذا أصابنا خلال السنوات 3 الماضية، فالقدرة الشرائية أصبحت شبه معدومة بعد أن وصل الدولار إلى ما وصل إليه، وقد أصابت المعاناة قلب جامعتنا. حافظنا على سعر الوحدة الدراسية الكريدت على 1500 ليرة لبنانية في وقت كل ما نشتريه أصبح بالعملة الخضراء وما يسمى بالفريش دولار، وفي وقت كانت جميع المؤسسات التعليمية قد بدأت باستيفاء الأقساط بالدولار أو على أسعار مختلفة من 4000 و6000 و9000 إلى آخره. لقد قال لنا رئيس مجلس الأمناء النائب فيصل كرامي: أصمدوا قدر المستطاع، فأحوال الناس صعبة. بس ما بقى فينا معاليك، وهذا ما حصل. قلنا سنبقى على سعر الدولار كما هو في المصرف المركزي إلى أن وصل إلى 15000 كما نعلم جميعا، وهكذا كان. في هذا الوقت بدأنا بتحصيل 5% فقط بالدولار منذ سنة، ثم 10% إلى أن وصلنا إلى 14% فقط. كان يجب أن نفعل شيئا لكي نحافظ على أساتذتنا وموظفينا، وأشكرهم جميعا في هذه المناسبة على طول بالهم وتحملهم معنا وإخلاصهم للجامعة. إنما علينا الآن أن نأخذ قرارات صعبة نسبيا بدءا من فصل الخريف، نسبيا ما كتير يعني. وهنا لا بد من الشكر العميق لحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله على تقديم منح مالية لطلاب طرابلس أمكنتهم إيفاء أقساطهم للجامعة ومن متابعة دراستهم الجامعية، والبعض موجود بيننا اليوم كمتخرجين. بالطبع نحن وباسم هؤلاء الطلاب نشكر سمو الأمير الوالد على تعاطفه ولفتته الكريمة تجاه طلاب لبنان. ومع كل ذلك تحدينا الصعوبات واستطعنا أن نبدأ باعتماد أكاديمي مع مؤسسة AACSB الدولية لكلية إدارة الأعمال، وهذا المسار قد ينتهي في 5 سنوات كحد المتوسط، وهذه المؤسسة تعتبر الرقم الأول في الاعتماد الأكاديمي.
كما بدأنا باعتماد أكاديمي مع مؤسسة الأيسن ACEN الدولية أيضا لبرنامج التمريض، وهذا العمل سينتهي في غضون سنتين. أن نبدأ بعد شهر من الآن أيضا باعتماد أكاديمي آخر مع مؤسسة الأيبت ABET لكلية الهندسة والمعلوماتية، وهذه أيضا تعتبر الرقم الأول. بين هلالين هون بقول لما بيكون عنا اعتماد أكاديمي الدولي ما بتقرب صوبنا نرتاح. رابعا أن ننضم إلى منظمة عالمية تعرف بالـ AACRA American Acro، وفيها أكثر من 5000 جامعة أمريكية أوروبية وشرق أوسطية وإفريقية، ونطعنا بشؤون التسجيل والقبول والمعلوماتية وتبادل الخبرات. أن نعقد اتفاق تعاون بين الجامعة وشركة السورتيبورت العالمية وبيرسون ديجيتال الممثلة في لبنان، حيث أصبحت الجامعة مركزاً معتمداً لتقديم الامتحانات لشركات دولية مثل المايكروسوفت والسيسكو والأدوبي وغيرها من عشرات الإفادات. وأعلن منذ الآن أن أي طالب بدءاً من الخريف القادم لن يتخرج من جامعتنا دون حصوله على 3 إفادات على الأقل، بالإضافة إلى شهادته الجامعية. يعني أنتوا زمطتوا، بس إذا بتحبوا ترجعوا كإنديفيديوالز أهلا وسهلا فيكم تتقدموا هالفرصات هاي. وهذا المركز هو ليس فقط لطلابنا، بل هو متوفر لطلاب المدارس ومن يرغب من المجتمع، وسنعلن قريبا عن دورات تساعد هؤلاء في نجاحهم وحصولهم على تلك الإفادات الدولية. سادسا أن نعقد اتفاق تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني البريتش كونسل بعد جهد طويل استمر حوالي 2 سنين، وأن تكون جامعتنا مركزا معتمدا لاستقبال الراغبين لتقديم امتحانات الآيلتس. وهون بقول في عندهم هن 2، عندهم ريجستريشن سنتر وعندهم تيست سنتر، نحن حصلنا على 2 المطلوبة داخليا وعالميا على الأقل في دول الكومنولث، أي حوالي 50 بلدا. ونعمل حاليا على إقامة ندوات ومعارض ثقافية وجامعية مع المركز البريطاني، قريبا نشتغل عليها. سابعا أن نبني مجلس استشاري لكل كلية، وقد بدأنا بالتطبيق مكون من أكاديميين ومن أصحاب مؤسسات كبيرة ومعروفة أو ممثلين عنهم، أكانت في لبنان أو خارجه، كما تضم هذه المجالس نقباء أو ممثلين عنهم، حيث ترتبط هذه المكونات فيما بينها لتقديم أفضل ما يمكن من برامج أكاديمية لتتلائم مع مقتضيات سوق العمل، وهكذا يكون الطالب المتخرج عالماً إلى حد كبير بما ينتظره عند بدء العمل. وأنا من الناس اللي بيقولوا خلي الطالب يعمل أخطاءه بالجامعة قد ما فيه، نحن منحسبه على النتيجة ما منحسبه على شو عم يعمل أخطاء هلأ، لأنه إذا عمل أخطاءه اليوم هون بأقل ممكن ضرر ممكن بيصير عند ببلش الشغل. اللائحة تطول عن إنجازات حصلت وإنجازات تحصل، ومشاريع للمستقبل القريب ستحصل إن شاء الله. جامعة المدينة هي جامعة، وكلمة جامعة من جمعة وهي تجمع، وبالتالي هي حاضنة للمجتمع وهي من المجتمع وله، ودورها التواصل بين الداخل والخارج وإبراز كافة الثقافات العربية والغربية والشرقية. العلم شيء والثقافة شيء آخر، نطمح في جامعتنا تأمين العلم والثقافة معا لمجتمعنا قدر المستطاع.
مطعم الشمس عنجر بيتمتع بأطيب لقمة وأجمل جلسة بطبيعة الباع. بيستقبلكن صيف وشتاء مع ملاعب للأطفال وصالة بولينج وبأسعار مدروسة. مطعم الشمس عنجر الباع 08-620-568. ضوي فلفش فتش بحبش وعلى غير محطة ما تنبش حب حدك بوبكورن وقرقش نص دقيقة ورح منبلش قاعدة عالصوفة ما بدها بروفا مي الميولي في عنا فيولي وسع لضيف رقي بالشفيف كلمة عم تطلع وجمهور عم يسمع ضيف صعب ما في لعب نسأل من خاطر جاوب يا شاطر جواب زبط الضيف زمط جواب ما قنعنا عم تلعب معنا في لكتار حي ونار كارنفال مليان أسرار إحراج تفاصيل ونشر غسيل كله رح ينكشف يا فيل يا ريل الباب ما انفتح وبالمقابل كل بواب انفتحت مين انت؟ اسمي داود واحد من العمال يلي تركتون للموت بالمنجح كون بعلمك ما رح اترك هالقصة ابدا يعني معقول بابا يكون قفل الباب قصدك؟ عن جد انا ما فهمت قساوة الظلم عم بيقبلها ردة فعل أقسى يلا طول الوقت عم تفتري على بابا مشان تقدر تاخد منه اكبر مبلغ ممكن هيك فهمك أبوكي اللي بيشوفك بفكرك بنت عائلة وانت اللي بيشوفك بفكرك هربان من القفص النار والتلج ما بيصيروا أصدقاء وأنا وانت مثل النار والتلج لحظات الوجع سرقت من الحب لحظاته الحلوة ليش بتهمك محبة الناس كل هالقد مرام؟ لأنه كل الناس اللي حبوني حبوني بس لأني بنت غنية داود أختي بتعشقك وبتحبك بجنون أنا ما فيني أقدم لك إلا حياة كلها وجع لكان خليني اتخلص من هالمصيبة وضل عم بتوجع معك حب غير مشروع ابتداء من 11 الشهر يوميا بعد نشرة الأخبار المسائية على الجديد لمشاهدة حلقات مسبقة وحصرية اشتركوا هلأ بموقع الجديد يعني قدمتوا أداء ممكن ياخدوا الأولاد اللي بإيدينا مو يعطونا حتى ما تتحركي فجأة أسراء ما بصير لساتك حامل عن جديد ما بصير هيك عرفت لك أمي معلش اللي أنت شو عم تعمل هون لحالك عم أعمل احتجاج أكرم بيك أنتوا شو عم تعملوا هون شو الصدفة الحلوة اتصل نازم بيك وقال بده يقابلك ضروري موسى بتشوف لآخر الحمل إسراء رح تعشقني رح تعشقني يا زلمة زينو ليكي هي عم بقلك من هلأ إذا بده يستمر الوضع هيك أنا عن جد رح موت وأخلص عشق منطق انتقام بعد نشرة الأخبار المسائية على الجديد لمشاهدة حلقات مسبقة وحصرية اشتركوا هلأ بموقع الجديد وهالصورة شو؟ ما لقيت طريقة على الجي في انك صاحبين وتركي خطيبته؟ لو ما خبرت عن جلساتنا ما كنا وصلنا لهون لحتى ما يفكر يتطول على اختي ويمس بشرفها طلبت مني مسجلة صوتة هي عم تعترف اذا عشيقك اسمه رامي معناتها حبيبك يلي عم تتعالجي من تعلقك فيه عند الدكتورة نايا بيكون جوزة شهر سابع من سلسلة الحب جنون الليلة ساعة 10:30 المساء على الجديد وهلأ شو؟ سؤال في عمق الأزمة السياسية في بلد يعيش على وقع المهل والانهيارات والأزمات وهلأ الرئاسة داخل صندوقة اقتراع لم تعد محلية في بلد السؤال صار عنوان وهلأ شو؟ مجرد استفسار وهلأ شو؟ الأحد 9:30 المساء على الجديد المواعيد الإخبارية على الجديد 7:30 نشرة الأخبار الصباحية 10:30 موجز إخباري 12:30 موجز إخباري 2:30 نشرة أخبار الظهيرة 5:30 موجز وجولة على مكتب التحرير 7:43 النشرة المسائية 11:30 النشرة الليلية
candidates for the Bachelor of Arts and Bachelor of Architecture degrees in the Faculty of Architecture and Design, and the candidates for Bachelor of Science, Master of Science, and Bachelor of Engineering degrees in the Faculty of Engineering and Information Technology, please rise. I will only read the names of graduating students who chose to march in this commencement exercise. Will the candidates for the Bachelor of Arts, Bachelor of Architecture, Bachelor of Science, Master of Science, and Bachelor of Engineering in the Faculty of Architecture and Design and the Faculty of Engineering and Information Technology, please come forward. Abdul Karim Masarani, Athir Raed Hamid, Farooq Abdul Razak Nahas, Imad Walid Aish, Jana Imad Manna', with honor. Jana Hussam Kamali, with distinction. Jana Khudr Hijazi. Maryam Bilal Abdul Hay, with distinction. Muhammad Abdul Nasir Al Allaf. Nadine Mahmoud Al Riz. Salah Khudr Shamsin. Abdullah Jamal Ghanim. Ahmed Bashir Al Sayyid, with honor. Amjad Nazih Al Ahdab. Jihad Fadi Bawab, with honor. Khulood Abdul Wahab Ardati, with honor. Muhammad Mahmoud Harmoush. Muhammad Jihad Akkawi, Usama Fawaz Al-Dahab, Umar Imad Kharuta. Will the chairperson of Architecture and Design read the oath for the architecture graduates? I will now read to you the oath at the end of which the graduating students say, I do. Following my professional ancestors, I dedicate myself to the pursuit of knowledge and the search for truth in the extension of the benefits of my profession to humanity. I will strive always to disseminate what a professional knowledge I acquire. I will strive to protect the interest and the good name of any member of my profession. I will strive faithfully to fulfill the obligation of my profession and to govern my life and the practice by its norm of ethics. Will the Dean of Engineering read the oath for the engineering graduates? Candidates for the Bachelor of Architecture and all graduates in engineering degrees. I will now read to you the oath at the end of which the graduating students say, I do. I am an engineer. In my profession, I take deep pride. To it, I owe solemn obligations. As an engineer, I pledge to practice integrity and fair dealing, tolerance and respect, and to uphold devotion to the standards and dignity of my profession. I will always be conscious that my skill carries with it the obligation to serve humanity by making the best use of the earth's precious wealth. As an engineer, I shall participate in none but honest enterprises. When needed, my skill and knowledge shall be given without reservation for the public good. In the performance of duty and in fidelity to my profession, I shall give my utmost. As an engineer, I will strive to protect the interests and the good name of any member of my profession. Please be seated.
Will the candidates for the Bachelor of Arts degree in the Faculty of Arts and Human Sciences please rise? Mr. President, the following candidates have completed all the requirements for the Bachelor of Arts degree. And upon the recommendation of the faculty, I present them to receive their diplomas. I will only read the names of graduating students who chose to march in this commencement exercise. Will the candidates for the Bachelor of Arts degree in the Faculty of Arts and Human Sciences please come forward? Asil Akram Awad, Farah Fadi Jabakhanji, Hanan Omar Sadiq, Ilham Aqil Sroor, Lina Ali Youssef with honor, Maryam Mahmoud Abdelhadi, Maya Khalid Alameddin, Nida Ziyad Dhaibi with honor, Razan Ahmed Al Masri, Rua Ahmed Abed, Rayan Haytham Al Halab with honor, Tanya Mahmoud Shaheen with honor. Will the candidates for the Bachelor of Business Administration and Master of Business Administration degrees in the Faculty of Business Administration and the candidates for the Bachelor of Arts in the Faculty of Tourism and recipients of IATA diplomas please come forward? Ahmed Fadi Al Ainain, Ala Samih Skaiki with honor, Dala Fadi Jabakhanji, Hala Yasser Zamzam with distinction, Judy Ahmed Uthman with honor, Lama Rabi' Al Masri, Maryam Jamal Jaafar, Maysa Omar Mustafa with distinction, Muhammad Jihad Skaiki, Muna Tariq Hwaidi with distinction, Mustafa Abdullah Khabaz, Rayan Muhammad Abboud, Rua Firas Hijab, Sara Bassam Bustani with distinction, Wahiba Ahmed Muhammad, Zahar Munir Mazih, Al Amid في أمن الدولة فادي إبراهيم الرز with high honor, هديل فاروق يما with honor, highest GPA among all graduates, with high distinction, حمدي محمد وليد درنيئة, إحسان صلاح الشامي with distinction, رنا أمين من آرا, أيمن زهير نابلسي with distinction, أسماء أحمد المحمد, شدا محمد خضر خليل, غنى فيصل عبيد, إيمان عزام كنجباش, ملك جمال محمود, مروى عامر عويدة, إيمان عزام كنجباشا, ريم محمد علي النعنعي, سجى نبيل لبابيدي, شادي وليد مرحبا, ولاء خالد حسون, وفاء علي عيتاوي, زينة فواز منشاوي. Will the candidates for the Bachelor of Science in Nursing and in Nutrition please come forward? أمل برهان المصري, بهاء الدين أحمد حسون, بلال طلال إبراهيم, دانا هيمان الحسين, ديالا محمد سيف, ديانا ناصر المبيض with honor, فردوس محمد كرباج, أدي طارق العمر, حسن محمد قبلان, هند محمد الحسن, إيمان عبد الرحمن يخني, جنى جمال معليقي, ليلى سمير محمد with honor, محمود أحمد عيتاوي, ميساء أحمد السراج with honor, ميرنا بلال حجازي, ميرفت وهيب صوالحي, محمد محمود الراوي, مصطفى خالد العيش, نجمي سمير مرعي with distinction, نورهان هلال البابا, روان فادي جبيلي, رولا بلال الضناوي with honor, سميرة وائل شلق, شاهدة أحمد قاسم, شربل فريز كرم with honor, شذا منير الشعراني,
سعاد جميل حمامي، سوزان جهاد صالح، توني جرجس موسى with honor، زينة محمد سكة with distinction، زياد محمود الرميحي. باب ما انفتح، وبالمقابل كل بواب الجحيم انفتحت. مين انت؟ اسمي داود، واحد من العمال يلي تركتون للموت بالبنش. كون بعلمك ما رح اترك هالقصة ابدا. يعني معقول بابا يكون قفل الباب؟ قصدك عن جد انا ما فهمت. قساوة الظلم عم بيقبلها ردة فعل اقسى. يلا طول الوقت عم تفتري على بابا مشان تقدر تاخد منه اكبر مبلغ ممكن. هيك فهمك أبوكي؟ اللي بيشوفك بفكرك بنت عائلة، وانت اللي بيشوفك بفكرك هربان من القفص. النار والتلج ما بيصيروا أصدقاء، وأنا وانت مثل النار والتلج. لحظات الوجع سرقت من الحب لحظات حلوة. ليش بتهمك محبة الناس كل هالقد مرام؟ لأنه كل الناس اللي حبوني حبوني بس لأني بنت غنية. داود أختي بتعشقك وبتحبك بجنون. أنا ما فيني أقدم لك الحياة كلها وجع، لكان خليني اتخلص من هالمصيبه وضلها بتوشع معك. حب غير مشروع ابتداء من 11 الشهر يوميا بعد نشرة الاخبار المسائيه على الجديد. لمشاهده حلقات مسبقه وحصريه اشتركوا هلا بموقع الجديد. روي فلفش فتش بحبش وعلى غير محطة ما تنبش. حب حدك بوبكورن وقرقش نص دقيقة ورح منبلش. قاعدة عالصوفة ما بدها بروفا، مي الميولة في عنا فيولة. وسع للضيف رقي بالشفيف، كلمة عم تطلع وجمهور عم يسمع. ضيف صعب ما في لعب، نسأل من خاطر جاوب يا شاطر. جواب زبط الضيف زمط، جواب ما قنعنا عم تلعب معنا في لكتار حي ونار كارنفال.